احنا جينا اليوم خرجنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه على قبل حنا كنمشيو ونجيو هذه 3 شهور تقريبا على تقرير ديال الخبره ديال الملف التنفيذي، داك التنفيذ اللي نفذوا نهار 11 في الشهر 10. كنجيو جوج مرات ثلاثه في الاسبوع وكنحتجوا وكندخلوا للمحكمه، ما كيقولنا ما كاين والو. منين خضيناه نهار 15 كنلقاو بان الخبره فيها 27/11، وكنلقاو ديك الساعات منين جات نهار 27/11 وما عطاوهالناش، ما كاينش الناس اللي محافظين ديال السكان ديال زراره دوار مقيربه باقليم سيدي قاسم، الناس اللي محافظين ما كايننش. مين بقينا حنا كنصرحوا بهذا الشيء عاد هما خضاو ورجعوا لعند الخبير ودار الباقي للاخرين، يعني فرقوا المجموعات. من جال دوك الناس اللي محافظين شاطوا واحد شويه ديال الارض، ما غيكفي حتى شي حد، ما يكفيش، لان الناس اللي محافظين قبل من هذا اللي شرى راه من 56 69، هادو الفئه اللي محافظه ما غاديش تليهمش الارض، يعني هذاك شويه ديال الارض اللي شاط غادي تنوض عليه الصداع والفوضى. واحد ساكن ومع ولد دوارك وراجل كبير وبولاده مستقر، انت محفظ غتجي تخرجو، غادي تجي انت غتخرجو، غادي نوليو كاملين حنا بحال هذا الانسان اللي شرى. والاهم من هذا الشيء كله هو احنا السكان ديال 1894، جدودنا ووالدينا حاربنا عليها في الاستعمار، وعندنا عقود مسجله بالمغارسه، نصف الارض نصف الارض ونصف الغله حنا تقصينا، ماشي ان قصاونا من النزاع، بل الوثائق ديالنا تخبعت، العقود ديالنا تخبعت. دابا التقسيم جا ما بين الطرف اللي كان معنا والناس الاخرين اللي شاريين. اما السكان الاصليين اللي بديورهم واولادهم والعقود ديالهم وحقوقهم وعطاو سلم عليهم الحسن الثاني الله يرحمه في 1978، حنا ما كايننش كاع في هاد القسمه ما كايننش. والناس ديالنا اللي حنا اللي محافظين الارض ما شاطتش غير كافيه، ما كاين حتى شي مجموعه، كان غير اربعة المجموعات اللي وجدوا هما. هذه القطه ندوا بان التنفيذ كان فيه 8 ديال النقاط ديال الخروقات، والخبره فيها 3 نقاط ديال الخروقات، يعني تزوير. انا ما كنعممش القضاء كله، كاين القضاء اللي هو نزيه، وكاين الناس اللي بالعكس نشكرهم اللي مدوا يد المساعده، ولكن كاين الناس اللي سهروا على هذا الملف ديال دوار مقيربه زراره باقليم سيدي قاسم، راه ظلموا هاد السكينه، تقصاو من نزاع بسكل نهائي، وما كاينش حقوقهم دابا ما متبوتاش، والناس اللي محافظين راه الارض ما شاطت ليهمش، لا التقسيم ولا المسطره القانونيه ولا التنفيذ، حتى شي حاجه ما كانت نازيها. إلا كان شي تدخل راه كنطلبوه من سيدنا من جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو، هو اللي غيدخل. أما هاد الناس راه حنا عيينا، تحرقنا بالشموشات وتشردنا ومرضنا وفتاليت نزعت حقوقنا، والدليل على ذلك هو الخرق الأخير 27/11، وحنا غير من 27/11 لحد الساعة راه جينا 20 مرة 21 مرة من 27/11 بالوقفات، وكندخلوا كنشروا داك الشيء للإعلام وتنديكلاريو في القيادة ديالنا عاد تنجيو. مع ذلك ها أنت كتشوف، أنتم كتشوفوا شنو واقع، ما كاينش شي خارق أكثر من هذا الشيء. هذا هو راه تشريد وهضم الحقوق وإفراغنا قبل الأوان، قبل ما تجي دعوة. المهم غادي يشردونا، حنا فين غنمشيو؟ بولادنا، بالرجال مساكن الأمراض اللي عندهم 100 وعامين، اللي عندهم 106 سنين، اللي عنده 82 عام، الناس اللي معاقين وأصحاب الحقوق هادو، ماشي كنطلبوش الصدقه ولا المساعده، هاد الشرا اصحاب الحقوق، اصحاب الارض، اصحاب الوثائق، اصحاب العقود، اصحاب الحق اللي عطاهم الحسن الثاني وبوثائق ديالهم، واصحاب المحافظه. ها انتم كتشوفوا لا اله الا الله. زيدوا شردوه، ها هو مشرد، ها شوفوا حل، وباقي باغين يزيدوا شردوا هاد الحكومه، هاد الحق، هادو مشاو عطاو هذا الايمان باش يحكموا بالحق، وهما كيحكموا بالظلم. هذا الظلم، هذا هو مشرد، ديجا مشرد، وبغاو يشردوا باش يبات في الزنقه. وكاينه ما نعرفش شحال 300 ولا 400 خلق كلها عاد تشرد وعتولي الصفاره والقتيله، وكيفاش غنديروا لهاد الناس هادو؟ كاين اللي ما عندوش حتى شبر فين ينعس، الروضه ما عندوش فيها لا باش يتدفن. ها هو مشرد، هو مشرد، قال سي وجد الله غير سيدنا بن تميره بغا يدفنها. هاد السيد ما عرفناش يتصل بينا، تعدى علينا هالسيد هذا. حنا غارسين ومستقرين ودابا تميرة، كل شيء دابا تميرة، وجا هاد السيد تعدى علينا، شكي الله ليكم وغينا الحقوق ديالنا، بعدا فين نمشيو؟ بعدا فين نعطيوها؟ تما زايدين تما خارقين، تواليين تما عايشين تما، واحد العيشة عايشين سيدي مكرسين، كل شيء ما شاء الله، وبغا هاد اللسان ينزعنا. علاش ينزعنا؟ ما عندنا حتى وحده بغا ينزعنا، علاش؟ حنا دابا تميره
عايشين واحد عيشة بجاه مساعد الله، وما تنكو على الخبز الماء بالله، وبغى يدري إنسان ينزل علاش ينزل نزلنا ليه، زاد تعدى علينا السيد هذا، شكي الله عليك هذا هو الكريم وهذا، زاد الله في يمك، الله ينصر سيدنا ما يضيعناش، الله ينصر سيدنا ما يضيعناش، بعد فين عطيوها بعد فين نمشيو، الله ينصر سيدنا. ونسيت سيدي بعدا في الشيء. أما سيدي هاد كاين لقيت أنا عندي شورق ديال العام 40 وأنا زايد في 50، شو شحال من عام قبل مني كانوا الوالدين ديالنا وجدودنا تمايا، كان بالنهار ما تقدرش تدوز من تمايا. بالنهار ما تدوش، فهمتي؟ وبالليل ما نهضروش عليها. وصوبوها وطاوها وصوبوا كل شيء، ونهار اللي لحق الغرس الغراسة قال لا ما عاطينكم شاي بالنص، عاطينكم على غراسة. ايوا داعوا معاهم الملك صيفط واحد العامل كان في القنيطره جا لعندنا هنايا مطيع، قال لي ما ودي، قالوا البلاد كلها غرس كلها زيتون كلها لوز كلها عنب كلها زعبور كلها، قال له ما يجي ما يمشي عندهم حتى واحد. ودابا هذا جا شرا عير والبارح، ها جاوا البارح وبغى يصيفط دوار، بغى يزوطوا الناس للشارع باش شي كيقتل شي وشي يذبح شي وشي، بحال هذا المشرد هذا فين غنديروه؟ هو ما عندوش حتى الطواليت، وكلهم الله يعلم ما عندهمش الطواليتات تما كيخرجوا على الخلا، وبغى يجي يزوطهم، ماشي حرام هادشي، هاد الناس اللي كيعطيو الايمان يدخلوا يحكموا، وكيحكموا بالظلم، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، لا المحكمة ولا المحاميين، الله ياخذ فيهم الحق، كيشوفوا الحق وكيميلوه، حرام عليهم، حرام عليهم، مش كياكلوا لولادهم، مش كياكلوا لولادهم، مش كياكلوا، اليوم القيامة اش غايديروا؟ كي غايديروا ليها؟ كي غايديروا يوم القيامه ملي يدخلوا للقبر؟ شكون غايدخلهم للقبر؟ كيفاش غايديروا ليها؟ وكيوكل ولادو الحرام وكيسهر والله تبارك وتعالى كيسرد يسرد يسلط عليهم مرض الخايب ومساق خبار. الحصول الله الله ينصر سيدنا والله يزيد في ايامه ويزيد في عمره. هادشي كنطلبوا كنطلبوا هاد الناس هادو ما تسردوش. كاين ناس منا حنايا الحمد لله خرجوا للخارج لاباس عليهم، ولكن هاد الناس اللي بقاو هنايا مشردين كان نديروا اليوم ما عندهم حتى فين يدخلوا، وكاينه مدينه قريب النص في المدينه بغى يديها حتى هي بديورها كل شيء بغى يشطبهم، بغى يشطب الارض ويولي المولي الديور. والله الله يهديهم، الله يهديهم على هاد الشيء اللي كيديروا هذا. الله ينصر سيدنا، الله يزيد في ايامه، الله يشافيه.